السلام عليكم. سواء شاءت ذلك أم أبت، فإن وسائل الإعلام تقوم بدور ما وبطريقة ما وبدرجة ما في صوغ جزء من الوعي والتصورات لدى المتلقي. هذه الصياغة تقوم على لغة إعلامية رصينة وواضحة ومباشرة. يمكن لحظ صور هذه الصياغة القائمة على لغة متوازنة في بعض وسائل الإعلام الدولية الناطقة بلغاتها الأم، لكن يحصل أحياناً أن تنزلق وسيلة إعلامية بلغتها إلى درك يهبط بذائقة المتلقي، وفي الحالة العربية يكاد يكون الهبوط جماعياً وحراً بلا مظلة، بعد أن سيطرت اللهجات العامية الدارجة على ألسنة جل المحطات الفضائية المحلية والإذاعات على حساب اللسان العربي الفصيح، من حيث أن الأصل في وظيفة هذه الوسائل استعمال اللغة الفصيحة وتعميمها والارتقاء بذائقة المتلقي اللغوية. أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نتوقف فيها مع هذه القضية، قضية وسائل الإعلام واللغة العربية، وذلك وفق محاور ثلاثة: طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تنشأ بين اللغة ووسائل الإعلام الناطقة بها، وكذلك سبب انحسار اللسان العربي الفصيح في المحتوى الإعلامي العربي، وأخيراً سبل توعية وسائل الإعلام العربية وإقناعها بحقيقة دورها ووظيفتها في حماية اللغة كإطار للهوية والثقافة العربية العريقة. نبدأ حديثنا بعد قليل. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ خالد الشريف الكاتب الصحفي، وكذلك الدكتور أحمد صوان عميد كلية الآداب بأكاديمية بشك شهير في إسطنبول، ويشاركنا الحوار أيضا عبر سكايب من بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا مع الأستاذ خالد، من حيث المنطلق، من حيث الأصل، من حيث المبدأ، ما طبيعة العلاقة التي يجب أن تحكم وسائل الإعلام بلغتها الناطقة بالمطلق بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك بداية وأحيي إخواني المشاهدين والمشاركين في هذه الحلقة القيمة. بلا شك أن هناك علاقة وثيقة بين اللغة والإعلام، فالإعلام الذي يعني هو من ضروريات الحياة الآن المتسارعة، وهو الذي يحمل طموحات اللغة التي تعبر عن هوية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع. فالإعلام هو الذي يعني منوط به خدمة اللغة، هو الخادم لهذه اللغة الفصيحة التي تعبر عن هويتنا الإسلامية. واللغة العربية هي لغة حية ديناميكية، يعني تستطيع أن تعبر عن حياتنا وعن الأشياء وعن ضروراتها، فهي لغة ثرية ووافية. فالعلاقة وثيقة بين الإعلام وبين اللغة، وكما قلت أن وسائل الإعلام هي المنوط بها خدمة اللغة ونشر اللغة العربية والفصحى التي تعبر عن ثقافتنا الإسلامية والعربية. لكن قبل تخصيص العربية، يعني أستاذ خالد، أنت كاتب صحفي وأنت تمارس العمل الإعلامي أيضا، يعني أفهم من كلامك أن من حيث الأصل أن العلاقة بين وسائل الإعلام واللغة ذات صلة وثيقة عضوية لا ينبغي أن تنفك عنها. لا ينبغي أن تنفك، كل منهما يحتاج إلى الآخر، لأن وسائل الإعلام واسعة الانتشار الآن وتمس حياة الناس الآن، مثل الطعام والشراب والهواء، كما نتنفس نتواصل مع وسائل الإعلام. فالتواصل مع الآخر يحتاج إلى لغة، إلى وسيط، وهذا الوسيط ينم عن هويتنا كما قلت الثقافية والإسلامية. نحن نحتاج إلى هذا الوسيط، وهو يحتاج إلى وسائل الإعلام أيضا، يعني الحاجة متبادلة. متبادلة، نعم. طيب لو رجعنا مرة أخرى أو نرجع إلى الدكتور أحمد،
ما القيمة المضافة التي تقدمها اللغة للمحتوى الإعلامي؟ أو بكلمات أخرى نفس المعنى، هل اللغة الركيكة الخالية من مخزون لغوي أو المحتوى الإعلامي خالي من مخزون لغوي ثري يعبر عن المعنى بشكل واضح ومبسط ومباشر، هل يخدم المحتوى الإعلامي؟ لا شك أن اللغة الركيكة قد يعني توصل الرسالة إلى جمهور ضيق، بعض الناس سوف يفهمون، لكن نحن لا نتطلع إلى جمهور ضيق، لا نتطلع إلى عشرات ولا إلى آلاف. نحن الإعلام غزا كل مكان في الدنيا، الإعلام وصل إلى كل مكان، وصل إلى كل بيت، وصل إلى 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 الخيمة وإلى رأس الجبل وإلى الوادي، وصل إلى كل مكان. الأصل أن يكون على توافق تام مع اللغة، اللغة العربية الفصيحة. الإعلام يقدم خدمة للغة، واللغة تقدم خدمة للإعلام. الإعلام ينتشر، لكن المضمون نريد أن نصل إلى المضامين الإعلامية سواء كانت سياسية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية، نريد لهذا المضمون أن يصل بلغة سليمة، لأن هذا هو الأساس. نحن لا يمكن، كل أمة لديها إعلام ولديها لغة خاصة مناسبة لأبناء هذه، الإعلام واللغة الفرنسية، الإعلام واللغة الإنجليزية. لماذا نحن عندنا فرق؟ لماذا عندنا بون؟ إذن الأساس أن تكون العلاقة وطيدة كما تفضلتم، وأن تكون عضوية، علاقة الولد بأمه، علاقة الولد بأمه، علاقة عضوية لا تنفك. الإعلام لا يستغني عن اللغة الفصيحة، وإذا استغنى عنها فثمة خلل كبير. يعني إذا ما كانت اللغة المستعملة في البرنامج الإعلامي، في الوسيلة الإعلامية، لغة ركيكة ضعيفة، إلى أي مدى تنعكس في الأصل على سمعته، على حضوره بين المشاهدين، على تقييمه كإعلام محترف أو إعلام هاون أو إعلام مبتدئ أو إعلام ذي خبرة؟ إذا فسدت اللغة فالإعلام سوف يقدم، سيشوه الذائقة. نحن الإعلام له دورا في التربية، له، نعول كثيرا على الإعلام في الارتقاء، لكن إذا تبنى الإعلام لغة متدنية فسوف ينزل إلى الحضيض، سوف ينزل إلى المشكلات، إلى الأمراض التي نعاني منها. نحن نربأ بإعلامنا أن ينزل إلى ما يطلبه الجمهور، والجمهور لا نستجيب له إذا كانت ذائقته فيها مشكلة. عندما يكون عندنا مرض لا نستجيب إلى المريض، المريض لا يشفى إذا استجبنا إليه، هناك خطوات نعالج بها المرض. فالإعلام إن تبنى اللغة العامية الدارجة أو اللغة المختلطة بين الفصحى والعامية والإنجليزية والفرنسية، فهذا إعلام لن يقوم ولن يبني ولن يرتقي بالجماهير. طيب أستاذ نبيل، هل الإعلام في الأصل هو معبر صادق أو تعبير صادق عن الواقع الشعبي، عن عقلية المتلقي وروحه وميوله ورغباته، أم العكس، أن الإعلام هو الذي يصنع هذه الروح وهذه العقلية وهذه الميول والرغبات؟ يعني هذا أمر مشترك الواقع، يعني لا نستطيع أن نقول إما أو، وإنما هو في الحقيقة الإعلام يصنع الرأي العام أو يصنع كما التعبير الدارج في هذه القضية، وهو أيضا يعبر عن الرأي العام من جهة أخرى، ولكن عندما لا يستخدم الوسائل الصحيحة لذلك يمكن أن يضيع. يعني الإعلام هو الذي يخسر خسارة كبيرة، يفقد قيمته، فقضية قضية صلته باللغة العربية الواقع بالنسبة إلى الإعلام العربي هذه قضية وجودية بالنسبة إلى الإعلام. هو قد يسيء إلى تكوين الإنسان الذي يستمع إليه وهو يستخدم اللغة الدارجة فقط، ولا يستخدمه إلا فريق من الناس الذين يصل إليهم، يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على الفرد، على تكوين المجتمع، على العلاقات الاجتماعية، على التربية. ولكن الحقيقة الخسارة الكبرى للإعلام في نهاية المطاف لأنه يستخدم وسائل لا يصل بها إلى المطلوب. الحقيقة الكلمة هي أساس الإعلام حتى بعصر انتشار الصور الحديثة، يعني لأنه بعض الصور قد
لا تشرح كل شيء، أحيانا يأتي الرسام يشرح الصورة بلغة معينة. نحن لا نجد هذه الظاهرة بأنه يتفاوت استخدام اللغة الفصحى في الإعلام إلا في بلادنا العربية. طيب دكتور أستاذ نبيل، أستاذ نبيل يعني أبقى مع أستاذ نبيل، أبقى معك. قبل قليل تحدث الدكتور أحمد نقطة لافتة بأنه الإعلام يعني يمكن في بعض الأحيان أن يتجه إلى رغبات الشارع على طريقة أهل الفن بأن هذا ما يريده الجمهور. هل يسوغ أو يسوغ للإعلام أن يلتحق بقافلة المشاهدين أو المتلقين لكي يخاطبهم باللغة التي هم يرغبون بها مثلا؟ يعني نحن ندخل الآن في قضية رسالة الإعلام. رسالة الإعلام ليس فقط أن يعبر عن الشارع، وإنما أن يساهم في توجيه الشارع، في توعيته، في تربيته، في تثقيفه إلى آخره. فكل هذه الأمور الواقع لا يمكن أن ننساها بأنه جزء من مهمة الإعلام. الإعلام هو أن ينقل، الكلمة نفسها تعبر عن ذلك، هو أن ينقل خبرا أو ينقل رأيا للمستمع أو المشاهد، وبالتالي فهو يساهم بشكل مباشر في التأثير عليه سلبا أو إيجابا. وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأن الواقع يعني الإعلام يعبر عن الرأي العام فقط، وإنما كلا الأمرين موجود في الوقت واحد. يعني الإعلام عندما ينقل رأي الشارع أو ينقل مطالب الشارع، ينقل مصلحة الشارع كما يعبر عنها بكلمة الشارع هي الواقع، ينقل مصلحة الشعب، ينقل رأي الشعب، ينقل مطالب الشعب، ينقلها إلى المسؤولين عبر اللقاءات الصحفية، عبر اللقاءات الإعلامية، ينقلها بالتعبير عنها من خلال الواقع، الرأي، الكلمة التي يدلي بها الصحفيون والإعلاميون المتدربون المهنيون برأي معين يعبر عن ما يريده الشارع أو ما يريده الشعب بشكل عام. هذا ينقلها المسؤولين فيؤثر على صناعة السياسة. أما المهمة الرئيسية الواقع، لأنها خاصة في بلادنا الإعلام ليس مستقلا استقلالا حقيقيا في بلادنا بصورة خاصة، فمهمته أن يتوجه إلى الشارع بنقل الأخبار ونقل الآراء حول هذه الأخبار، وأن يؤثر على الفرد الذي يستمع أو يشاهد ويتابع هذا الإعلام. جميل أستاذ خالد، قبل أن أذهب إلى الفاصل، بشكل عام بعيدا عن الحالة العربية أو الحالة الإيرانية أو أي حالة مخصوصة بذاتها، في المطلق ما الذي يجعل أي وسيلة إعلامية في أي بلد وأي قطر تؤدي دورها فيما يتعلق باحترام لسانها وتعميمه ومشاركته ونشره؟ هل هي الثقافة التراكمية أم البيئة السياسية والمجتمعية والفكرية، أم ثمة مؤثرات أخرى تدفع هذه الوسيلة إلى القيام بدورها على أكمل وجه؟ بلا شك أن اللغة مرتبطة بالمناخ السائد، بالسياسة السائدة، ونحن ندرس يعني المراحل التاريخية للأدب العربي، نقول أن الأدب في العصر المملوكي كان ركيكا وكان نتيجة لتدهور السياسة والسلطة عند ذلك. فكما قال ابن خلدون، الظلم مؤذن بخراب العمران، واللغة مرتبطة بالسياسة وبالنصر والهزيمة وغير ذلك. فالقوي دائما لغته تسود بين الناس، فهناك ارتباط وثيق بين رفعة اللغة في وسائلنا الإعلامية والأسلوب الإعلامي أو اللغة الإعلامية تسود في المنطقة لها جزالتها وفصاحتها بالسياسة الموجودة والمناخ الموجود. فأنا أظن أن هناك علاقة بين النظم السياسية المتردية وبين انحدار اللغة وانحطاطها. أيضا هناك ركاكة في الأسلوب، هناك أخطاء شائعة في برامجنا الإعلامية نتيجة ليس فقط بضحالة المستوى التعليمي لدى البعض، وإنما هزيمة نفسية، في انهزام نفسي عند البعض. ولذلك أنت تجد في بعض القنوات برامج بأسماء أجنبية تتحدث أنا هنا على الحالة العربية. نعم. ويك إند وشو زوم ومش عارف أشياء من هذا القبيل، أسماء أجنبية تماما. لكن هذا يحظى بشعبية للأسف الشديد. أنا تحدثت، كنت في يعني أعمل في إحدى الوسائل الكبرى إعلاميا، وكان الأخ رئيس تحرير يتحدث عن السياسة التحريرية اليومية، فيأتي بألفاظ
وبكلمات أجنبية. مرئية أم مقروءة هذه الوسيلة؟ لا هي مقروءة. لكن وهو يجيد العربية، لكن هو نوع من الشو، نوع من الاستعراض، يعني الاستعراض هو نوع من الهزيمة النفسية أيضا. طيب هذا هذا مع هذا، أما اللغة العربية كفيلة بتغطية كل احتياجاتنا الموجودة كتعبير عن احتياجات الناس. نقلتنا سريعا إلى الحديث عن اللغة العربية الذي كنا ندخره للمحور الثاني، ولا شك أننا سنتوسع فيه كثيرا. مشاهدينا الكرام، ما زال في الحديث بقية عن وسائل الإعلام وعلاقتها باللغة العربية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أسعدكم الله. هذه عودة نتحدث فيها عن ظاهرة تراجع لسان العربي في وسائل الإعلام العربية لمصلحة اللغة الدارجة. سريعا أذهب إليك دكتور أحمد، يعني في الحالة العربية بدلا من أن تطلع اللغة بدور في استعمال لسان العربي الفصيح وتعميمه ونشره، يحصل العكس، هناك ارتداد بالجملة نحو اللهجات أو ربما من يسميها اللغات الدارجة. هل ثمة تفسير لهذه الظاهرة برأيك؟ أولا، الحال التي عليها نحن كما تفضلتم قنوات كثيرة، وسائل إعلامية كثيرة مقروءة ومرئية، اتخذت اللغة العامية أو ما يخالطها من لغات أخرى إماما لها. يعني الوسيلة الأساسية بالتعبير هي اللغة العامية، وأحيانا تكون مغرقة في العامية، وهذه الحال مشكلة كبيرة، لا تبني يعني وحدة ولا تبني ثقافة موحدة، نغرق في الجزئيات الصغيرة والمشكلات الصغيرة، وكل قناة تناسب فئة من الناس. نحن نتطلع إلى أمة واحدة، نتطلع إلى ثقافة موحدة، نتطلع إلى هوية. الإعلام وظيفته أن يحمل هذه المضامين وأن يزيل العقبات بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية التي تحب اللغة العربية لأنها غالبا شعوب إسلامية. الحال التي نحن وصلنا إليها، العامية هي الطاغية، والعامية لا تنقل فكرا وترجع بالمواطن بالجمهور إلى الوراء درجات، ونحن نتطلع إلى التقدم. الذي أريد أن أقوله، على ما نحن فيه من مشكلات عامة سياسية واقتصادية وأمنية وكذا، هذا لا يعفينا من أن نحافظ على اللغة العربية. نحن على أمل أننا سنقوم يوما ما وسنعود إلى الواجهة يوما ما، فإذا تركنا الخط الأحمر وهو اللغة العربية فسوف يكون بيننا وبين العودة إلى التقدم يعني مسافة طويلة. لغة العلم اليوم اللغة الإنجليزية، نحن نقدر ونحترم ونقول لابد منها، لكن لا يعني هذا أن نتخلى عن لغتنا العربية. الجمهور اليوم استساغ وأصابه استسهال باللغة العامية، لكن هو ضحية لسياسات إعلامية فاسدة بالبلاد العربية، رغم أن القوانين تقول اللغة العربية الفصيحة هي لغة الإعلام، هي لغة المدارس، هي لغة الجامعات. الواقع شيء مختلف جدا. لكن القانون في البلاد العربية آخر شيء يطبق. صحيح. نعم. يعني إذن الكلام النظري، لو فتحنا قوانين البلاد العربية سنجد الحرص على اللغة العربية، أما تعال إلى الواقع فكل شيء بالعامية. حتى يعني نتندر، أستاذ اللغة العربية في الجامعات العربية في معظمها يدرس في قسم اللغة العربية بالعامية.
أما هذا هذه الحجة التي تقول الجمهور لا يفهم الفصحى فهي يعني فهذا كلام واهن لا يصح، لأن العامية اليوم يفهم. نحن لا نقول نريد اللغة الجاهلية ولغة امرئ القيس، لا نقول، لا أحد، لا عاقل يقول هذا الكلام. نحن نريد اللغة العربية، اللغة الإعلامية، لغة واضحة سهلة دقيقة مباشرة. اللغة العربية قادرة على أن تؤدي هذا. اللغة العالية هذه نتركها لجمهور متخصص. اللغة الثانية، اللغة المخيلة الأدبية، اللغة العربية قادرة عن أن توصل أي موضوع مهما كان في الفلسفة، في الطب، في الاقتصاد، بلغة عربية واضحة. ما دامت اللغة العربية أستاذ خالد قادرة على هذا كله، لكن الآن نكاد نحصي على أصابع اليد الواحدة المحطات الفضائية التي ما زالت تمسك بلباب العربية الفصيحة في تقديم محتواها الإعلامي. بخلاف ذلك جل القنوات، المحطات الفضائية، الإذاعات انكمشت، انكفأت على نفسها وبدأت تتحدث كل بلغته، المصريون بلهجتهم والسوريون والعراقيون والخليجيون. من المسؤول عن هذه الحال؟ يعني هو زي ما قلت حضرتك أن المناخ السائد بعد النظام السياسي طبعا. بعد النظام هو أيضا في هزيمة نفسية لدى العرب، في مؤامرة على اللغة العربية أيضا من أطراف خارجية. مثل من يعني؟ أقول لك صراحة، في دكتور عندنا في أداب القاهرة اسمه الدكتور نصر أبو زيد، يعني عمل كتاب، ألف كتاب وتقدم للبحث للترقية البحثية في جامعة القاهرة تحت اسم النص القرآني لأستاذنا الله يرحمه الدكتور عبد الصبور شاهين. فقال ما نصه في البحث، أن القرآن الكريم هو عبارة عن منتج ثقافي قابل للتصحيح والتصويب. الدكتور عبد الصبور شاهين لم يكتفي برسوب هذا المدرس، وإنما قام مع المستشار صميدة أتذكر وبعض من الباحثين والغيورين على القرآن واللغة العربية، لأن اللغة العربية وثيقة الصلة بالإسلام وبالقرآن، هي لغة القرآن. هو يريد أن يهدم، حينما يهدم اللغة العربية يهدم القرآن. فلما اتجهنا إلى القضاء لنقول ليس هناك نصا قانونيا في ارتداد أو معاقبة المرتد إلا نصا في الأحوال الشخصية، فاتجهنا إلى محكمة الأسرة وقلنا أن هذا الرجل مرتد، لأنه يقول أن القرآن منتج ثقافي وينكر الملائكة والحساب والعقاب وغيرها، وهو يريد أن يترقى ببحثه ويدرسه. ليس المشكلة في أنه يقول كفرا، وإنما يدرسه لأبنائنا من الطلاب. فالمحكمة قالت بتفريق الزوجين، وكانت حادثة ذات شأن ومشهورة. لكننا اكتشفنا أن بعض الوسائل، أن هناك وسيلة إعلامية يومها كانت تتعمد أن تقول مقالتها ومقالها وأخبارها وتحقيقاتها باللغة العامية، فهي تتعمد العامية تنشرها بين الناس. اكتشفنا أن بعض، أن المحامي الذي يقوم بالدفاع عن نصر أبو زيد تلقى شيكا من إحدى الجهات الخارجية، سكا ماليا، سكا ماليا 5 مليون لهذه الجريدة ولنصر أبو زيد. إذن هناك من يغذي هذا التطرف ضد اللغة العربية، من يحارب اللغة العربية ويريد أن ينشرها باللغة العامية من هذه الوسائل. قد يسأل سائل يعني ما مصلحة أناس يعيشون في مصر أو في سوريا أو في العراق أن يحاربوا اللغة العربية وهي في الأصل لغة؟ ليتهم كانوا يعيشون في مصر، إنهم في ألمانيا وفي جنيف. لماذا تحارب اللغة العربية؟ يحاربوا اللغة العربية لأنها السياج الواقي، لأنها إذا كسرت اللغة العربية ضعف الدين وضعف القرآن. أنت تحفظ القرآن باللغة العربية، أنت الهوية، هوية أولادك الإسلامية، لكل إنسان هوية، أما هويتنا هو لساننا. يعني أفهم من كلامك أستاذ خالد بأن لجوء وسائل الإعلام إلى التعاطي مع المحتوى الإعلامي والتعاطي مع المتلقين باللغة العامية الدارجة هو سبب من أسباب كسر اللغة العربية؟ هو أحد الأسباب، لكن أنا لا أستطيع أن أفصل الإعلام عن واقع الناس،
واقع الناس مرير لا يتحدث العربية ولا يتحدث يعني، لكنه يفهمها كما يفهم القرآن، يفهمها لكن منحط الذوق يعني ورديء الألفاظ عذرا. يعني هناك في التسعينات أنا أجريت تحقيقا حول أغنية انتشرت جدا، يمكن أن أقول بعض ألفاظها. نعم. كمن نمنا، لعلك تكون سمعت عن هذه لأحد. نعم. هذه الأغنية انتشرت في ظرف أسبوع ما يقرب عن 15 مليون شريط كاسيت مبيعات. نعم. 15 مليون. فجئنا بالأخ المؤلف، مؤلف. نعم. فالمؤلف هذه الأغنية التي لا تفهم معناها. نعم. يعني مفردتها ولا أفردتها بعيدة عن الواقع، لا تفهم مفردتها، وهذا ما تلجأ إليه وسائل الإعلام. نعم. فالمؤلف قال أنا كنت يعني أمزح وأهرج ولا أقصد أي معنى. طيب، لا يقصد أي معنى. طيب لكن فركاكة هذه الألفاظ، لكن لا ينبغي من واقع الناس للأسف، ليس الإعلام هناك فقط. هناك رأي رصين حتى بين الإعلاميين يقول لا ينبغي أن تنحدر وسائل الإعلام إلى هذه طبعاً. الذائقة وإلى هذا المستوى. دعني أتحول، تأخرنا على الأستاذ نبيل، معذرة. أستاذ نبيل، يعني انحسار اللغة العربية في المحتوى الإعلامي، اللغة العربية الفصيحة لصالح اللغة الدارجة العامية، هل مرده إلى سياسات التوظيف الخاطئة أم إلى تغيرات تصيب بنية المجتمعات العربية برأيك؟ يعني كلاهما الواقع صحيح، إنما أعود إلى الكلام الذي تحدث به الأستاذ خالد. الحقيقة إذا تحدثنا عن قضية مؤامرة فنحن الواقع أمام مؤامرة حضارية من العيار الأول. لا توجد حضارة تقوم إلا على أساس اللغوي، فعندما تضرب اللغة تضرب الواقع، النهوض الحضاري، إمكانات النهوض الحضاري. الحضارة الغربية، الواقع النهضة الغربية في أوروبا بدأت بنقل الترجمة من أجل أن تنهض ما كانت عليه الحضارة الإسلامية. بهذا أستاذ نبيل، نعم، علاقة وسائل الإعلام بهذا، يعني الآن نحن نرى مثلا في مصر كثير من المذيعين، في سوريا كثير من المذيعين والمحررين، في العراق، في دول الخليج العربي، حتى في دول المغرب العربي، لا يستطيع أن ينشئ جملة كاملة بدون أخطاء نحوية وبيانية. يعني من المسؤول عن هذا؟ يعني كيف وصلنا إلى هذا المستوى؟ المسؤول هو المسؤول عن صناعة الإعلام في بلادنا. صناعة الإعلام ليست من صناعة الأفراد، إنما هي إلى حد كبير من صناعة الدول، المؤسسات، ومن صناعة الخارجية أيضا بدعم خارجي. فمن يصنع الإعلام ويختار المذيعين غير القادرين على التعبير عن أنفسهم وعن آرائهم بلغة سليمة، أو عندهم الاستعداد أن يستخدموا العامية أو اللهجات الأجنبية. أستاذ نبيل، ما علاقة الخارج؟ يعني نحن مثلا في قنوات فضائية، هم منا وفينا زملاء وأصدقاء ونعرفهم ويعرفوننا، هم الذين يعينون المذيعين، هم الذين يعينون المحررين. يعني ما علاقة المؤامرة الخارجية بمدراء هم لا يأبون أصلا، لا يهتمون كثيرا بموضوع اللغة؟ يعني أنا أتابع الواقع، الكلام الذي قاله الأستاذ خالد، بس انتظر علي قليلا حتى أصل إلى ما أريد. يعني وسيلة الإعلام الواقع هي جزء رئيسي، مثلها مثل الجامعة، يمكن أن تؤدي دورا معينا بنهوض الأمة. فعندما تغذى هذه الوسيلة من جهة المال، من جهة الرأي، من جهة الدعم، من جهة المؤتمر، من جهة عقد المؤتمرات، من جهة الدعوات، من جهة توزيع الجوائز، بهذه الأساليب تأتي من خلال الدول الأجنبية ومن خلال الداخل المرتبط بالدول الأجنبية للتأثير عليها سلبا في اتجاه معين. وأنا أقول أن هذا الاتجاه في الدرجة الأولى هو منع الوقوف على أقدامنا حضاريا من جديد، لأنه لا تقوم حضارة دون لغة سليمة، دون لغة قويمة. هي الصلة ما بين المفكر والقارئ، هي الصلة ما بين قد يقول قائل الآن يسمع كلامك، قد يقول مثلا منذ 20 أو 30 سنة كانت جل المحطات العربية تتحدث لغة عربية سليمة، ومع ذلك لم نقف على أقدامنا. لأن هناك البداية لم تكن بالإعلام، بإعلام كان الواقع متأخر في هذا الموضوع، إنما كانت الكتب، المسرح الذي استخدم في مصر منذ أيام توفيق الحكيم على سبيل المثال، لأول مرة بدأ استخدام اللغة العامية. الآن على مستوى آخر الواقع الويكيبيديا، اللي هي كلمة أجنبية من أجل يعني هي الموسوعة الشعبية كما تسمى، الموسوعة الشعبية، مصر صنعت لها موسوعة شعبية باللهجة الدارجة. يعني على كل مجال تحارب اللغة،
وأصبح الإعلام أحد الوسائل الرئيسية المستخدمة في الحرب على اللغة، ولكن هذا نشهده في الجامعة، في الجامعات أيضا في بلادنا، وعلى المستوى الرسمي أيضا. عندما على المستوى الرسمي يتكلم رئيس الدولة، ملك الملك أو الرئيس أو أي كان، عندما يتكلم بالعامية إلى شعبه ويترك الفصحى، الواقع لا عتب على الإعلام في ذلك، فالإعلام يتبع له إلى حد كبير. وسائل الإعلام، وسائل التربية، وسائل التعليم، كلها الواقع تتضافر في قضية ضرب اللغة العربية في بلادنا، لأن اللغة العربية هي مقوم النهوض العربي، المقوم النهوض الإسلامي، وبالتالي هناك من يعمل من أجل ذلك من الخارج ومن الداخل. إذا أردت أن أضرب أمثال، ممكن أن أضرب لك الأمثلة من حيث مثلا على سبيل المثال، يعني يعني أخذ من سوريا، نكتفي بمثلين أو اثنين، تفضل بسرعة. لا، مثال واحد وهو من سوريا. عندما كانت اللغة العربية في سوريا، كان هناك مكانة للغة العربية إلى حد كبير. نعلم أنه الجامعة كانت تشتغل أيضا، حتى جامعة الطب كانت تأبى استخدام اللغة الأجنبية، هناك ترجمة المعلومات الطبية أو المفردات الطبية من اللغات الأجنبية إلى العربية. كانت كل الواقع الوسائل الإعلام تتحدث باللغة العربية في الخطاب الرئاسي الثاني للرئيس الحالي اللي هو بشار الأسد. الواقع تكلم حوالي 20 دقيقة في خطابه عن ضرورة احترام اللغة العربية والعمل لها. بعد الخطاب بيوم واحد بدأت الإذاعات ووسائل الإعلام تستخدم اللغة العربية العامية الركيكة لتتحدث عنها. هناك توجيه أخي يجري بشكل مباشر، سواء عن طريق المسؤولين أو عن طريق الواقع، الجهات التي يهمها ترب اللغة العربية. عندما يعطى الجوائز معينة لمؤلفين يؤلفون في بلادنا، تعطى جوائز أجنبية، يعطى يكون تكريمهم لأنه وهم يتكلمون باللغة العامية أو يكتبون بالعامية، لا يأتي هذا الواقع بدون سبب، إنما هناك هدف من وراء ذلك، توجيه الضربات إلى مفصل النهوض. النهضة العربية الإسلامية بدأت بالترجمة الحضارية، بدأت الواقع بحركة الترجمة في عهد المأمون. النهضة في الغرب بدأت الواقع في ترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية اللاتينية لمؤلفات أرسطو. يعني هناك الواقع صلة وطيدة ما بين اللغة وما بين ما بين النهوض الحضاري. هذه الصلة توجه لها الضربات داخليا وخارجيا، سواء عن طريق الانهزام النفسي الداخلي، الانهزام الشخصي، انهزام الشخصية في بلادنا، أو عن طريق وسائل الإعلام التي هي موجهة من جهات متعددة. جميل. وإن كنت نريد أن نركز حديثنا أكثر على الصلة بين اللغة وبين وسائل الإعلام، أستاذ دكتور أحمد، يعني اليوم وسائل الإعلام العربية في غفلة من أمرها، في غفلة عن لغتها التي هي إطار هويتها وكينونتها ربما. هذا المسار، هذه الغفلة عن موضوع اللغة التي تمثل التراث وتمثل سؤال الهوية، أي نتيجة يمكن أن يجنيها العرب من هذه الغفلة بعد حين؟ نعم، يعني الإعلامي اليوم إذا لم يستشعر أهمية اللغة ومنزلة اللغة ودور اللغة، الإعلامي كيف تريده أن يتبنى قضية اللغة ومفاهيم اللغة وخطورة أن يتحدث بالعامية؟ الإعلامي اليوم هواء مفرغ، لم يعد إعدادا صالحا، فلذلك هو يتجنب الحديث بالفصحى لأنه لا يستطيع، وإذا تحدث فربما سيتعثر كثيرا. القضية كما تفضل الأساتذة تحتاج إلى إعداد كاف عندما يكون هناك إرادة. ضرب مثالا أستاذ نبيل بموضوع التعريب العلوم في سوريا قديما، هناك إرادة، فالطب والهندسة صارا يدرسان باللغة العربية الفصيحة. كان هناك بعض العثرات الخفيفة لكن تستدرك، وهذا أمر طبيعي، عثرات خفيفة لنعود إلى ممارسة اللغة العربية في الميادين الدقيقة جدا، أفضل من أن ننحدر إلى العامية وإلى أخطار. يعني أين سنصل في هذا المسار دكتور أحمد برأيك؟ يعني عامية في الإعلام، طيب، عامية عند الأدب. أضرب لك مثال، الآن سنصل إلى البلطجة هذا والتشبيه. يعني الآن الإعلام عندما يركز على النماذج السيئة، كيف يركز عليها ويتحدث عنها طويلا؟ ربما في الحلقة الأخيرة يقول هذا خطأ،
لكن بعد أن يرسخ صورة سيئة وبعد أن يقول هذا هو الواقع ولا مفر منه. هذا ما يوصلنا الإعلام عندما يتحدث، يقول هذا هو الواقع، العامية هي الواقع، ولو حاولتم أن تنتقلوا إليها فسوف تكون الصورة مشوهة. انظروا إلى مثلا مدرسة المشاغبين والأثر الذي تركته، انظر إلى صورة الإعلام. الإعلام ليته يكون حياديا، الإعلام يفسد. الآن انظر إلى صورة خطيب الجمعة، انظر إلى صورة الشيخ، انظر إلى صورة أستاذ اللغة العربية في الإعلام. أعطانا في التمثيليات والمسلسلات وفي الحديث أعطانا صورة سيئة. كيف إذن نحن علينا الآن أن نقول للإعلام توقف عن الأذى والتخريب، بعد ذلك سوف نعده ليبني. مشاهدين الكرام، ما زال في الحديث بقية تأتيكم بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم أستاذ خالد. ألا ترى أن ميل الفضائيات والإذاعات إلى اللغات العامية واستغراقها في هذا الأمر يعكس بشكل أو بآخر تكريسا لواقع الانكفاء على الذات؟ يعني صار المصريون مهتمين فقط بالشأن الداخلي المصري، وكذلك السوريون، وكذلك العراقيون. يعني هذا الواقع، يعني ما حقيقة وسائل الإعلام ودورها في ظل هذا الواقع؟ وللأسف الشديد هذا ليس انكفاء على الذات، وإنما هروب من الواقع وهروب إلى الخواء. للأسف الشديد ليس المشكلة في اللغة العربية فقط، وإنما في المحتوى الذي يقدم أيضا، حتى الذين يتحدثون. الموضوع ليس لغة فقط، ربما يتحدث لغة سليمة ولكن المضمون خاون. والمشاهد، أنا أقول أن المشاهد الآن يريد أن يبحث عن مضمونا جادا مفيدا لمجتمعه ولدينه ولثقافته، ولكن الآن في يعني حس فعلا ربما تشعر به في معرض الكتاب مثلا. أعلى المبيعات ما زالت الكتب الإسلامية وكتب التراث، وأستاذنا يمكن أحمد خالد المفكر الذي توفي منذ سنوات وقدم محتوى جادا في بعض قصصه، فأعلى المبيعات. ليه؟ لأنه هو يريد أن يبحث عن المضمون الجاد. ولذلك على الذين يتحدثون العربية ويجيدون الفصحى أيضا، وسواء على منابر المساجد أو يكتبون مقالات أو كتب أو يتحدثون في البرامج، عليهم أن يقدمون محتوى جاد يفيد الناس. ولذلك الناس مقبلة على بعض البرامج في الجزيرة لجديتها ولرصانتها وليس للغة فقط. هذا ما أريد أن أقوله، أن الموضوع ليس لغة فقط وإنما مرتبط بالمحتوى أيضا. يجب، وهذا يعني أسباب متراكمة تبدأ من التربية والمدرسة والدولة، هي مسؤولية مجتمعية للأسف الشديد. يجب أن ننهض باللغة العربية جميعا، أسرة وحكومات وأفراد أيضا. طيب أستاذ نبيل، يعني الأصل في وسائل الإعلام أن تلعب دورا في صياغة وعي المتلقين، الشعب، المشاهدين، بمسائل تشكل الآن فالقا حدا للصراع بين الأمم، وهي قضية الهوية. لكن في الحالة العربية وسائل الإعلام غافلة تماما عن هذا، وربما تكون هي أحوج من المتلقي إلى التوعية بحقيقة دورها ووظيفتها. والحال كذلك، كيف يمكن بعث الوعي لدى وسائل الإعلام والقائمين عليها بخطورة وظيفتها وأهميتها في هذا السياق؟
أخي لا نستطيع أن ننظر إلى وسيلة الإعلام أو وسائل الإعلام وكأنها موضوع منفصل عما حوله من عوامل تأثير أخرى. يعني كلما تحدثنا في هذا الموضوع نعود من جديد صحيح. إلى مسألة هذا تحدثنا فيه، لكن نحن الآن أمام واقع، عندنا وسائل إعلام وعندنا قائمون عليها، وكثير من هذه الوسائل يمتلك القدرة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بمسائل اللغة من عدمها. نتحدث في هذه الجزئية لأننا تحدثنا في المسائل الإطار السياسي والتراكمي والثقافي. إذا لابد أن نبدأ بهذا الإطار ولا نبدأ بالإعلام، لأن الإعلام الواقع هو جزء، هو نتيجة. الوضع الإعلامي الذي الآن قام في بلادنا أصبح نتيجة للواقع السياسي والواقع التربوي والواقع الإعلامي والواقع الجامعي. بالتالي من أين تأتي بإعلاميين آخرين؟ من أين تأتي برؤوس أخرى تتحرك على مستوى الإعلام تحركا يخالف الاتجاه العام الذي بدأ يفرض في بلادنا أو بدأ ينتشر في بلادنا سيان؟ في هذه الحالة الواقع لا تستطيع أن تعالج الإعلام دون أن تعالج ما حوله وتعالج المؤثرات التي تؤثر على الإعلام. لا نستطيع أن نقول نأخذ الإعلاميين نربيهم ثم نطلقهم للتوعية، هم جزء من هذا الشعب وجزء من هذه العملية التي تجري في بلادنا، جزء من وضعنا الحضاري، جزء من وضعنا الثقافي الفكري الأدبي. وبالتالي الواقع لا. والآن بصورة خاصة ربما كنا نستطيع ذلك في قبل 40 سنة، يعني قبل جيل أو جيلين، ولكن لا نستطيع ذلك الآن. دعنا نختار شريحة أستاذ نبيل، دعنا نختار شريحة أو قسما من وسائل الإعلام التي تبث من خارج المنظومة العربية، من خارج البلاد العربية. هناك عشرات المحطات في أوروبا وعشرات المحطات في تركيا وعشرات المحطات في خارج الدول العربية. هذه القائمون على هذه المحطات أحيانا يكونوا أصحاب رأس مال، وأحيانا يكونون رجالا مثقفين. كيف يمكن بث الوعي لدى القائمين على هذه الوسائل في أن لديهم دورا ينبغي أن يقوموا به في إطار الصراع الحضاري، الصراع على الهوية، الصراع على الثقافة ونمط العيش الجاري بين الأمم فيما يتعلق بلغتهم التي هي إطار للهوية؟ يعني نحن وجودنا الآن في خارج حدود بلادنا الأصلية الواقع في يعني من بلاد العربية والبلاد الإسلامية، الواقع وجودنا هذا لا يعني أننا كأشخاص كأفراد كجيل معين منفصل عن بقية الواقع هذا المجتمع أو المجتمعات العربية والإسلامية القائمة، ولكن لدينا فرص قد تكون أوسع إمكان. ولكن إذا لم يكن وراء هذه الفرص إرادة حقيقية وفكر حقيقي من أجل التوجيه لا يمكن أن تتغير، علما بأن وسائل الإعلام التي تبث من الخارج تلتزم بغالبها باللغة العربية الفصحى العربية، أقصد وسائل الإعلام العربية التي تبث من الخارج تلتزم عموما باللغة العربية الفصحى أكثر من التي تنقل من الداخل. بالمناسبة حتى وسائل الإعلام التي لا تتبع لي يعني ليست لها صفة استقلالية، يعني مثلا بي بي سي أشهرها في من بلاد الأجنبية، فرانس 24 أيضا لها مكانة معينة، لها علاقة بالدولة، لها علاقة بالتوجيه العام، رغم ذلك تستخدم اللغة الفصحى من أجل أن تصل للجميع. ونحن الواقع إلى حد كبير لازلنا حتى الآن لا نفكر بأن وسيلة الإعلام تضر نفسها بنفسها عندما تحاول أن تبقى في إطار اللغة العامية من البلد الذي هي أقرب إليه أو الجهة التي أقامتها هي أقرب إلى هذا البلد أو ذاك البلد أو تهتم بهذه القضية أو تلك القضية. نحن ليس لدينا قضية فلسطينية وقضية عراقية وقضية سورية، هذا يسبق مسألة الإعلام العربي والفلسطيني والفلسطيني والعربي والسوري يعني والعراقي. يعني لابد الواقع أن نعلم بأننا جزء من أمة، جزء من هوية مشتركة بيننا جميعا. عندما نعلم بذلك في وسائل الإعلام التي تتحدث عنها وهي من الخارج، الواقع عندها تستطيع أن توجهها توجيها آخر. إذا كانت هذه الوسائل لا تلتقي مع بعضها في مؤتمر، لا يلتقي المسؤولون عنها في مؤتمر، لا يتحدثون عن قضايا بعضهم بعضا وتأثيرها على بعضهم بعضا، القضايا العامة، القضايا الفكرية الاجتماعية السياسية الاقتصادية، لا يستطيعون في قطاع الإعلام وحده أن يتحدثوا. يعني لا يمكن
فصل قطاع الإعلام عن البقية هو جزء الواقع من المجتمع، ولا بد أن تعامله على أساس أنه جزء من المجتمع. عندها نستطيع أن نتحدث عن القضايا التي تجمعنا عموما. لما نقول قضية فلسطين قضية محورية مركزية، ولكنها لا تلعب دورا بوسائل الإعلام بهذه الصيغة في الوقت الحاضر. يجب الواقع أن نرجع جميعا إلى أن قضية سورية أيضا قضية محورية ولكنها مشتركة، قضية العراق سورية عراقية ولكنها مشتركة. عندها نستطيع أن نعلم بأن هناك هوية مشتركة عربية تحتاج إلى لغة عربية رصينة في الإعلام، في التربية، في وسائل، في المدارس، في الجامعات، في دور النشر إلى آخره. عندها نستطيع أن نشعر بهويتنا من جديد. دون هذا الشعور لا نستطيع أن نصنع شيئا، لا في وسائل الإعلام المستقلة ولا في غيرها. طيب دكتور أحمد، الأصل يعني الحالة العربية كانت تشهد انقساما بين النخب السياسية الحاكمة للدول العربية، انقساما وخلافات في بينها، لكن الحاصل الآن أن وسائل الإعلام بانكفائها على لغاتها المحلية الدارجة نقلت هذا الانقسام من الانقسام العمودي بين النخب السياسية إلى الانقسام بين الشعوب فيما بينها، فلم يعد العراقي يستطيع أن يفهم الرسالة التي تقدمها وسيلة إعلامية مغربية، فصار العرب كانتونات منغلقة على أنفسها. إلى أي مدى ترى الأمر على هذا النحو؟ نعم، فقط حتى أصل إلى ما تفضلت به أعود قليلا فيما يسمى بعصر النهضة. بدأ هناك يشاع التعليم العلمي والتعليم الديني. نعم. فمن أراد النجاح فعليه أن يلتحق بالعلوم بالمدارس العلمية والبقية التعليم الديني. فعندما فصل كانت ضربة قاسية لنهوض وتطوير العلوم الشرعية. الآن وصلنا مع هذا الفكر الحداثي بمعناه السيء إلى مقررات أقسام الجامعات. نعم. فمثلا في قسم اللغة العربية ندرس نحو 50 مادة. نعم. فيهما مادتان متصلتان بالقرآن الكريم. نعم. والحديث. في كلية الإعلام والإعلامي كما قلنا وسيلته اللغة، فكم مادة يدرس باللغة العربية؟ يدرس مادة أو مادتين، فمن أصل 50 مادة أو أكثر يدرس مادة فيها مبادئ اللغة العربية أو مادة، فهذا لا يكفي. إذن نحن من حين إعداد الإعلامي حيدنا همشنا دور اللغة، فلو كان عندنا إعداد في السنوات الأربعة لطريقة الإلقاء. لكن هل توافق مع هذه النتيجة دكتور أحمد؟ أنه أدركنا الوقت. نعم. يعني أن هذا الانكفاء على اللغات المحلية. نعم. يعني يساهم أيضا في تقسيم ليس فقط النخب السياسية وإنما حتى الشعوب العربية. نعم. إلى أي مدى توافق على هذا الطرح؟ الشعوب الآن يعني تريد محطة تدغدغ عواطفها وتفهم في أدنى يعني المستويات، فلذلك لا يقبل الشرقي، لا يقبل القنوات المغربية والمغاربية لا يقبلون. طيب. المشارقة وهكذا. إذا. نعم. ينبغي أن نعود إلى الأصل وهو العربية الفصيحة. نعم. أستاذ خالد أختم معك، هل من سبل لإنعاش العلاقة بين وسائل الإعلام واللغة العربية الفصيحة بما ينتهي في نهاية المطاف في رفع ذائقة اللغوية لدى المتلقي وهذا حقه؟ بلا شك أنه هناك عدة وسائل، أولها إعادة النظر في مناهج كليات الإعلام، أن تدرس اللغة العربية بفروعها من نحو وصرف وعلم لغة وشعر وبمراحله التاريخية، الشعر الجاهلي الذي يقوم اللسان، لأن الشعر وحفظه يقوم اللسان. أيضا يوجد مادة أساسية في القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم جزئية حتى يصبح لاما باللغة واللغة العربية، هذا واحدة. أيضا لابد أن يكون في منتدياتنا العلمية والثقافية الحديث باللغة العربية. نعم. فلا تنتظر الحديث باللغة العربية بين وسائل الإعلام. أيضا على القائمين على وسائل الإعلام أن يعلوا من شأن اللغة العربية، يكون هناك دورات تدريبية للمذيعين وتثقيفهم في اللغة العربية لتدارك الأمر. نعم. الاختبارات تكون في اللغة العربية، يعني الإذاعة المصرية كان يوجد بها فاروق شوشة وعبد الصبور شاهين لغويون كبار وغيرهم من القامات العربية الذين
كانوا يعشقون اللغة العربية في الأصل. أشكرك أستاذ خالد. ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيوفي الكرام الذين شاركونا هذا الحوار في الاستوديو، خالد الشريف الكاتب الصحفي، وأحمد صوان عميد كلية الآداب في أكاديمية بشكشهير في إسطنبول، وكان معنا أيضا عبر سكايب من بون في ألمانيا نبيل شبيب الكاتب الصحفي محفظ الألقاب للجميع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، في حراسة الله.